عندي طبق كبد فراخ لو اتعمل صح يبقى في الجون. كبد الفراخ دايما في مشكله فيها. في مشكله. ايه المشكله بقى؟ في ناس كتير ما تاكلهاش لاني يا عيني بص الكلام. اول ما كلوها كلوها مش صح. ده مش معنى كده ان انا يعني صانع الكبد، لا مش قصدي. اي اكله في الدنيا اي حد فينا ياكلها اول مره مش لطيفه، ريحتها مش حلوه، لونها مش لطيف، الطبق قفلك، بتاخد فتره كبيره جدا على ما تغير فكرك. حتى لو اخر الاكله ما بتقدرش تاكلها بتقفل خلاص، لا والله انا مستمنيش فيها قوي، لا والله. فالكبد من النوع ده. فممكن بعض الناس اللي ما بتاكلهاش كويس او ما عندهاش صحوبيه ما بينها وبين بعض، بيبقى اول مره اكلها اول مره اكلها بيبقى نفس الفكره، اكلها مش حلوه فقفل. فاحنا نعمل ايه؟ نغير الفكر ده ازاي؟ يلا بينا. كبد الفراخ لازم تتغسل وتتصفى بالميه الساقعه. تصفى كويس. تعالى بقى نشوف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف الكبد عامله ازاي؟ عايز اقطعها ماشي، عايز اسيبها برده ماشي. بس انا شايف ان ممكن ايه نعيد تقطيعها. ممكن، ايه رايكم؟ ليه هتعيد تقطيعها؟ والله يعني يمكن يلاقي تفاصيل واحنا شغالين. يا عم اسكت واطبخ واسكت. لا، الطبخ تفاصيل، الطبخ تفاصيل. سكينه لطيفه، عين على عين، يعني ممكن اللي قبلي عمل حاجه حلوه انا ازود يعني. اهو كده احنا زي الفل. اقطعها على النص بس، ده انا مش عايزه. خدت بالك بقى انا بقطع عليه دلوقتي؟ بص دي، معلش تفاصيلنا كتير بس مهمه والله. اهو شفت ده؟ انا مش عايز ده. اهو بص، ابدا. نقطع كده ونشيل اي حاجه عنينا شايفاها مش حلوه. وهنعملها بطريقه ان شاء الله تكون حلوه، دي نظيفه. تمام. بص انا بتكلم في ايه؟ خدت بالك؟ معايا يا استاذ معلش. اهو خدت بالك؟ دي انا مش عايزها. اشيلها كده بس. اهو. هتخسر؟ مش هتخسر، ولكن الحاجات دي بتبقى مهم جدا الحسوكه فيها. لو عندي معاها قلوب افتح القلب من النص بالسكينه هلاقي عرق اسود زي ده، خدت بالك؟ اشيله مش عايزه. يا عم ما تهزرش والله، مش صح يعني. الحاجات دي مش حلوه خالص. لازم بس الواحد يعيد ويزيد في الحاجات دي، عشان برضو في بعض اخواتنا ولاد او بنات لو جاب نص كيلو كبد ولقاه قدامه كده هو مش فاهم يعني ما يعرفش، فلما يفتكرنا ان احنا بنشيل الحاجات السودا دي ادعي لنا او هيعمل احسن مننا، وهو ده المطلوب اثباته. مش تاخد مننا 3 4 دقايق ونشيل اي حاجه علينا؟ بص ايه ده؟ ده هاكله ليه ده؟ بص كده يا فندم، خدت بالك؟ ايه ليه يعني؟ هتعملي ايه؟ ما هتزفر لي الدنيا ومش صح. ولو حاجه مهريه قدام عينيا برضو مش شرط ان انا اكون مجبر عليها، زي دي مثلا. انا مش بعيب والله في اللي انضف او اللي اقطع، بس انا محسوك اوفر شويه، انا عارف نفسي. بس ايه يعني يمكن تفرق. بتفرق طبعا. كده كده خلاص تمام التمام لحد كده. هاخد الكلام ده كله على جنب كده خلاص اهو زي ما هو، ارجع بيه تاني على الطبق ده. دول تمام باذن الله. بص شوف حتى الحبه اللي انا شلتهم لو ما كناش شلناهم هتفرق. طبعا بتفرق كتير. زي ما انا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، من غير اي حاجه خالص. بسم الله بسم الله. وارفع حاجتي وارجع لها تاني حالا. حالا حالا. تشويحه لطيفه في قلب الزيت السخن ده قبل اي كلام، وبعد كده هنشتغل على نظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف التحميره عامله ازاي. بس خدوا بالكم عشان بتطرقع. تمام لحد كده احنا زي الفل. نجيب حله نظيفه بقى وعرق نشتغل. نوسع دي المطرحه دي كده، ونجيب عندنا هنا. هي دي اللي انا عايزها. انا عايز دي. ووسع كده. دي تمام معاك؟ شايفها انت تمام دي؟ بص هنا الطاجن عامل ازاي، خدت بالك؟ برضو خليك معايا كده. هنا وهنا كده. خليك معايا صح كده يا باشا. بسم الله. واحد تاني. تاني ليه بقى؟ عايز اسوي اللحمه كويس، تطلع في الاخر معايا زبده. بص هنا راح طاجن اللحمه ببصله. بص
شايف المشهد عامل ازاي؟ بص اديها كمان واحدة، كمان واحدة، وسيب لحمتك تستوي خالص، ما تتربعش عليها. احنا مش ورانا ميعاد معين ناكل فيه دلوقتي، احنا بس لازم نظبط حاجتنا، نطبخ بدري شويه عشان حاجتنا تاخد وقتها. طيب هنا تمام؟ تمام. هنا بقى الحله تسخن ونشتغل على نظيف. قطعها نظيفه. ومصفى نظيف. طبق لطيف تحت المصفى. اصفي حاجتي. دول التمام التمام. بص يا باشا، شوف المشهد عامل ازاي، بص المنظر. خدت بالك؟ اديها كمان سنه معلش عشان الحبايب. كني بحمرها بس كده ايه، وهاكلها على التحمير، ولكن مش هاكلها على التحمير. منها بنحمرها شويه فبناخد جزء من التسويه. والناحيه الثانيه برضو بنعمل ايه يا شيف؟ بنسخن الطاسه. يبقى معانا ايه؟ طب من قصدي ايه؟ التركيبات دي كلها مهمه جدا. اول ما احس ان الدنيا تمام ابدا بسم الله ارفع حاجتي. شايف المنظر بقى هنا لما اترفع؟ ما افورناش عليها برضو في التحمير، خدنا تيست كده لطيف. نطلع نصفي الزيت عشان نشتغل بقى على زيت زيتون نضيف بقى، ونعمل حبه الخلطه بتوع دبس الرمان، نعمل طشه، هنروق الدنيا. ولكن اصول الشغلانه تفاصيل، معلش انا بعرف بعيد وازيد، بس فكره الاكل ما انا بقعد اتكلم في القصه دي، وناس برضو في بعض الناس تزعل مني. الاكل سهل مش حكايه. هي الحكايه في ايه؟ ان الواحد بس لو مسؤول في شغلانه معينه زي شغلانتنا دي، ان نوضح ونفصل، لازم نجتهد شويه عشان نطلع لحضراتكم معلومات تبقى مفيده، ما يبقاش الموضوع رغي كده على الفاضي وعملنا حلقه وطبق واثنين وعشره، سهلين ونروح ونصور ونقف كده، سهله. بس لما تخش المطبخ هتفتكر الحاجات دي ولا تفتكر الحاجات المهمه؟ يا عم انت بتعامل المهنه ازاي؟ بعامل المهنه اللي فيها لو 1% جهه تعليميه بس، وجهه نظر تعليميه، اوضح اللي درسته وتعلمته عشان غيري ممكن يستفيد وحضراتكم تفيدوا غيركم، هي الدنيا كده. طيب سيب دول يتصفوا خالص، ونبدا نعمل التطجينه الاولانيه بقى لكبد الفراخ. زيت زيتون، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسه سخنه، في حاجه معينه؟ طيب لما هو تمام بتقول لي بالاداء ده ليه؟ الاداء ده خضني علاء، لو في اقرب فرصه طلعني فاصل يا باشا. سهله عادي هطلع، بس هل في ايرجنت حاجه يعني اللي هو نخلع ونقطع فاصل، ولا هو التمهيد للفاصل العادي؟ واحده كل يومين حكايه، عشان لو قلت لك فاصل عادي هتقولي لا، فانت لازم تهبني فتحرقني او روق. الموضوع ابسط من كده، ده احنا بنعمل بطاطس ولحمه. طيب زيت زيتون نزل تمام التمام، هنزل بايه بقى؟ خد مني بقى اللي جاي وسيبك من الفواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى كده ونسمع الطشه الحلوه دي على نضيف، ونيجي هنا نجيب بوله زي كده مثلا، وناخد معلقه توم طشه بقى هنا بقى، قرن فلفل مفروم. شوف اللي جاي، قرن فلفل مفروم، خدت بالك منه؟ ده مش هحط بصل. ها تمام، خد مني اللي جاي دي بقى، بق خل مش كتير، مش هنبقى اسكندراني، احنا هنديها دبس رمان، سنه ليمون، تاتش بهار من ايد الهون. تمام تمام. دبس الرمان هننزل بيه ولكن مش عايزه يغمق مني، فهتعمل ايه يا شيف؟ زي ما انا كده، بص الملامح عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الكلام، طشة الخل بالليمون بفلفل الحار بالثوم، في حركة. ده مش لبناني، هي أصلها لبناني ولكن إحنا مصرينها، مدينا طشة بتاعة الإسكندراني، بس لسه ما حضرش البهارات، بس في ريحة حلوة. وفي ريحة جميلة وفي ألوان لطيفة، ولكن دبس الرمان هو شامي أو لبناني، إحنا بس بنحاول نوضح الأمور. هنا أنا كده شامم ريحة تفتح النفس، وأراها لحضراتكم في البيت يوم ما تعملوا الطبق ده، الشارع كله هيقول لك أنت بتعملي أكل إيه؟ لان الطشه هي الحكايه، الملوخيه فيها هي الطشه مش الملوخيه يعني. فالمقصود من كلامي حبه الليمون، حبه الخل الصغيرين مع فص الثوم مع قرن الفلفل، نزل قلب الحكايه. اجي بقى دلوقتي خلاص انا خلصت التشويحه الاولى، بص حاجتي عامله ازاي، ما اتحرقتش، بص يا هيمه خضرة وكل حاجه واضحه. اجي اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقفل حاجتي، بس تعالى بس الاول معلش نبهر بسنه ملح، ما حطيناش ملح لسه.
حطينا بهارات تمام، ما نزودش بقى عشان نشم الريحه بتاعتنا زي ما احنا كده اهو زي ما انا. الواني حلوه وتمام التمام. دبس الرمان بسم الله على الوش كده. شكرا. وراح مدي تقلبتين حلوين اهو. بص بقى دبس الرمان لما نزل على الطشه اللي احنا عملناها، بص الالوان راحت في حته اهو. خلاص كده، ولا تقعد دقيقتين كمان على النار، يعني ايه خلصت على الغرف يا بابا. طب لو سبناها شويه على النار مش صح ان اسيب دبس الرمان بقى قدامي على النار يغلي بقى والجو ده، وصح ان انا اغرف على طول دلوقتي وانسى القصه دي خالص. اه يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب احنا اعتبر الحمد لله مخلصين حاجتنا، الفراخ خلص هنطلعه حالا من الفرن، دبس الرمان زي ما حضراتكم شايفين صفنا طبعا من كل الكلام اللي فيه خالص، سوينا حاجتنا وظبطنا امورنا وخدنا الواننا وتتبيلتنا وجرنشنا، حطينا في الاخر حبه دبس في الفريش قوي هسيبه لكم زي ما هو كده، ونجيب الطاجن الثاني جنبه عشان نشوف الحكايه ماشيه ازاي. دبس الرمان زي ما حضراتكم شايفين ما فيهاش اي تفاصيل ولا احتكاسه ولا غيره. شوكه وسكينه وخلينا نشوف ابص تصويتها اخبارها ايه. بص كده يا فندم معايا، شوف من جوه عامله ازاي الاوان، شوف شممني كده. لا ده انا هنا ما ينفعش اتكلم لان انا كده هجامل في نفسنا. حضراتكم جربوا الطريقه وقولوا لي بص المنظر عامل ازاي. يا ريت طعمها يبقى شبه يعني او احلى، يعني مش عارف اقولها ازاي، يعني طعمها احلى من شكلها. انا بقول لكم او ريحتها احلى من شكلها. وجرب بص المنظر عامل ازاي، فص كامل واخد اللون الحلو نظيف مفيش زفاره. الصوص بص الجديد اللي حطيناه في الاخر حاجه كده، مش بقى مطعم الفلاني ولا غيره، حضرتك في البيت تعملي احلى من 100 ألف شيف. يطلع الطبق الثاني على طول. تمام؟